اهلا بكم مشاهدي الاحباء. مثل هذا اليوم من عام 2017 زفت قواتنا الامنيه بمختلف تشكيلاتها خبر الانتصار على عصابات داعش الارهابيه وتحرير كامل الاراضي العراقيه اللي دنسوها بافكارهم الفاسده. فالانتصار كان عراقي بامتياز، حيث تلاحمت جميع قوى الدوله والمجتمع لحماية أرض وشعب ومقدسات العراق وإفشال مخططات السقوط بيد الإرهاب، وأن أثره انعكس على الإنسانية جمعاء، حيث حدد أو من انتشار الأفكار الظلامية وغيرها من في بقاع المعمورة. وأيضا هنالك دور محوري حتما لفتوى المرجعية التي أعلنت أو عادت الأمور إلى نصابها بعد مساعي قوى الشر التكفيرية التي أرادت أن توغل في البشرية حقدها وترسم خارطة جديدة وفق معتقداتها، غير أن النصر يكتمل برعاية أسر من فقدوا فلذات أكبادهم، مواصلة العمليات العسكرية لضرب الخلايا المتبقية ثأرا لكل قطرة دم زاكية سالت من الشهداء. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة راح نتابع أزمة المياه في العراق، أزمة مركبة ومتداخلة تبدأ بمفاوضات مع الجوار ولا تنتهي عند طرق الاستخدام، وأمام اتجاهين يعطيان نفس النتائج. هنالك تعاظم وخطر يحدق بالعراق من جميع الاتجاهات، وإزاء هذه المعطيات تتحرك السلطات التنفيذية دبلوماسيا فنيا لتطويق الأزمة ورسم معالم حلها قبل استفحالها، خاصة وأن المؤشرات البيانية لمناسيب المياه لا تزال تسجل عجز. خيارات متاحة وأوراق ضاغطة في حال عدم الإنصات للمطالب الحقة. هذه يعني الملفين راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. يشكل العاشر من كانون الأول مناسبة عظيمة يحتفل بها العراقيون منذ عام 2017 بعد أن تمكنت القوات العراقية من تحقيق النصر على المجاميع الإرهابية. أسباب عدة ظافرت لهذه النتائج في مقدمتها فتوى المرجعية. خلونا المشاهدين أحب نفتح هذا الملف، لكن بعد نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. العاشر من كانون الأول وقبل 5 سنوات من الآن، يوم النصر العراقي ونقطة التحول الرئيسة والملحمة التي قدم فيها العراقيون أروع صور البطولة والذوذ عن الوطن، وهم يطوون صفحة الإرهاب والظلام الذي استباح مدنا بأكملها، ويبدأون الصفحة المضيئة التي تحققت بالهمة العالية والنفوس الأبية والملاحم الأسطورية التي كتبتها سواحد رجال العراق. ورغم أن الهجمة كانت شرسة، فالتنظيم الإرهابي لم يكن جهة إرهابية واحدة فحسب، إنما كيان ممول من دول عدة أرادت أن تهاجم العالم أجمع من خلال تثبيت موطئ قدم لها في هذا البلد، ومن خلاله التقدم والانتقال إلى البلدان والأقاليم الأخرى، إلا أنها سرعان ما باءت خططها بالفشل بعد دعوة الانتصار. ففتوى الجهاد من قبل المرجعية الدينية والتضحيات التي قدمت من أجل تلبية النداء كان لها الدور الفاعل والحيوي في تحشيد العراقيين والدفاع عن أرضهم حتى تحريرها بالكامل. فربد الجبهات بالمقاتلين الأشاوس عضد صمود القوات المسلحة ونظمت صفوفها لتبدأ عملياتها العسكرية الكبرى وتوقف الزحف الإرهابي الذي وصل عند تخوم وأطراف العاصمة بغداد. فهذه الفتوى استطاعت أن تقلب المعادلة وانتهت بإنجاز عظيم وتاريخي للشعب العراقي، كتب بحروف منيرة من دم، وانحنى المجد لعظمة الانتصار على رموز التكفير ودعاة الإسلام والسلام. علي حبيب، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا مشاهدي الاحباء، بهذا الملف ارحب بضيفي الكريمين الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعه النبأ للدراسات، حياك الله دكتور ضيفا كريما، وكذلك ارحب بالدكتور احمد الشريف الخبير الامني، اهلا بكم ضيوف الكرام. دكتور احمد ابدا مع حضرتك، نتحدث عن الانتصارات، يعني اليوم بعد 5 سنوات من هذا الانتصار مو قضيه نتغنى بالانتصار وان كان هذا حقنا ونفتخر، ولكن نقيم ونقوم عمليه الانتصار، يبدو ان المعركه مستمره لغايه الان. كيف ترى بعد 5 سنوات على تحرير العراق وإعلان الانتصار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه إحنا حينما نتحدث عن النصر بوصفه نصر عظيم، لابد أن نقرأ التحديات التي سبقت وأسست لهذا النصر. التحديات بالحقيقة ما كانت تحديات معني بها العراق فحسب، وإنما كان عموم المنطقة، وكان هناك مشروع ينظر له منذ عقود من الزمن، وهو مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يقوم على أساس تقسيم الدول إلى دويلات صغيرة تصل من 54 إلى 56 دويلة، ويشمل عموم المنطقة لا يستثني منها دولة ما. وبدأ هذا المشروع بالحقيقة في العراق، ابتدأ في جملة فعاليات جرت في الميدان، خلق الأزمات السياسية، الانقسامات العرقية والطائفية تمهيدا وكأنهم يسعون إلى تليين الهدف كما يصطلح عليه في البعد العسكري، تمهيدا للاجتياح. وحينما حصل الاجتياح لداعش وجدنا أن نحن فقدنا السيطرة في الميدان الأمني والعسكري وحتى السياسي، لأنه في وقتها قلنا أنه هذا جيش جوال ده يتحرك، نحتاج إلى أسناد جوي. قالوا لا نمتلك أسنادا جويا ولا نمتلك سوى طائرة السمتية، وطائرة السمتية ما كان بها وقود. فخرجت معادلة الردع الاستراتيجي عن الشواخص والحواضر لإدارة الأزمة في العراق، فكنا بأمس الحاجة إلى أحداث فعل الصدمة للتنظيم الذي بات ينتشر كل سرطان في المنطقة. كنا نحتاج إلى صدمة، بالحقيقة كانت الصدمة هي بفتوى المرجعية الرشيدة التي كانت بحق صانعة النصر وبقيادتها للحشد الشعبي، لأنه للنصر صانع وللحشد قائد، وهي المرجعية العليا ممثلة بسماحة السيد السيستاني حفظه الله تحديدا، حتى نحدد هذه للاستحقاق التاريخي. فكانت الفتوى بمثابة خط صد تحت مظلة الفتوى، وخط الصد الذي شكله الحشد الشعبي استطعنا أن نجري عادة تنظيم لمؤسساتنا الأمنية والعسكرية. ولذلك نقول أن الفخر في خط الصد الأول الذي لولاه ما استطعنا أن نعيد التنظيم لمؤسساتنا الأمنية والعسكرية، وقمنا بفعاليات متأخرة وكانت بالحقيقة دماء الطاهرة الزكية تمثل خط الصد. ولذلك لطالما تحدثنا عن أنه هذا الانتصار المنجز الكبير الذي حقق ضمانات للأمن الإقليمي ومنه إلى الأمن والسلم الدوليين، وكل دول العالم تقريبا بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية حضرت إلى الميدان بوصفها جهدا ساندا، وكان الفعل القتال الميداني أصالة هي الدماء العراقية تحت مظلة الفتوى وإرادة العراقيين. المفارقة الغريبة أنه هذا الهدف الذي سعى منذ عقود من الزمن إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، وجدنا حالة غريبة حضرت في الميدان، التصالح بين الهويات الفرعية، السني والشيعي يقاتل في ميدان واحد، المسيح حضروا، الطوائف الأعراق كلها اجتمعت في خندق واحد. وكان التساؤل الحاضر، كيف استطاعت المرجعية أن توحد هذه القلوب وتوحد الإرادات في الميدان لتجعلها خط صد واحد في تناقضات فكرية وأيديولوجية وعقائدية ودينية؟ لو لم يكن هناك صدقا وأمانة تحلت بها المرجعية الرشيدة وتوفيقا إلهي حضر في الميدان، ما كنا نستطيع أن نحقق هذا المنجز. لذلك منجز عظيم سلمته المرجعية الرشيدة إلى أيدي السياسيين. آن الأوان أن نقرأ التحديات ونثمن الانتصار ونحافظ على هذه الأيقونة التي سلمتنا إياها المرجعية ونحملها بأمانة حتى يبقى العراق قويا ومعافى ولا يستطيع أحد مجدداً أن يقتحم أرضه كما حصلت في فترة داعش. دكتور هاشم مجدد ترحابي بحضرتك، ويعني ركز الدكتور الشريف على دور المرجعية في فتوى الجهاد الكفائي، وهنا نتحدث عن المؤشرات اللي
كانت بصراحة قاسية على العراق وشكلت محنة في ذلك الوقت في عام 2014، ومعطيات كانت تشير إلى 20 إلى 30 سنة كي يتخلص العراق من عصابات داعش، ولكن بفضل الفتوى تحررت الأرض خلال 3 سنوات. نتحدث هنا هل أن هذا عدم التوقع بني على الإرادة الصلبة للعراق، بني على مرتكزات داعمة وساندة حققت هذا الانتصار، وماذا علينا أن نفعله في هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لكم أستاذ أحمد، تحية موصولة إلى ضيفكم الكريم دكتور الشريفي، وتحية إلى مشاهديكم وملاكاتكم. نعم، الجميع يتفق لما قامت به المرجعية ولدور الفتوى الكبير في تحشيد وفي استنهاض الهمم، ولكن لابد أن نؤكد على اعتبار أنه ما ذكرته أنت في مقدمتك أنه اليوم مهم أن نحتفل ونحتفي بالذكرى، ولكن من المهم جدا أن نقيم ونقوم هذه التجربة المهمة التي لازلنا بها ونستفاد منها، ونقول أنه على عظمة الفتوى، ولكن كان هنالك أمر تشير له المرجعية وهو أهم لربما من الفتوى، وهو تلبية الناس للفتوى. الفتوى لو كانت بلا تلبية لما أخذت هذا البعد الذي اختصر كل التقديرات التي كانت تقول بأن داعش كتنظيم إرهابي كمنتج أمريكي أعد منذ سنوات وجيء به بتكتيكات معينة وأريد له أن يبقى لعقود، هذا الأمر انتهى وقدم العراقيون درسا للعالم أجمع في هزيمة الإرهاب، وقدموا خدمة للعالم بأنهم أضعفوا الإرهاب الذي كان يضرب حتى أوروبا وعواصم أوروبا وحتى أمريكا عندما كان مستفحلا في العراق وفي الشام. بالتالي هذه التلبية وتعامل العراقيين مع الفتوى المباركة هي التي أوجدت روحية عالجت على المستوى العملي أخطاء ارتكبها الأمريكان كمحتلين، وارتكبها بعض السياسيين بأنهم أوجدوا للأسف طبعا خطوة حل الجيش العراقي، ثم بعد ذلك حتى العودة التي كانت إعادة بناء الجيش الذي كان هو ربما 90% من ضباط الجيش عادوا، ولكن للأسف هذه العودة لم تبنى على أسس المهنية والخدمة والالتزام بقدر ما دخلت بها المجاملات وأيضا الضغوطات الأمريكية التي لم تبني قوات أمنية، شاهدناها بشكل واضح. الأداء في عام 2014 كان فيه إشكاليات كبيرة. الحمد لله أنه بفضل الفتوى وتلبية الناس والحضور استرجعنا المبادرة، وكانت أيضا الروحية حاضرة، وهم أبناؤنا في القوات الأمنية في الجيش وفي الشرطة الذين كانوا مع الحشد بحالة واحدة وقدموا بالتضحيات وأيضا بالعمل المستمر إنجازا كبيرا، رغم أنه كان قلة الناصر حقيقة وليس ادعاء. لم تقدم لنا أي دولة وفي مقدمتها أمريكا حتى الأسلحة التي دفعنا ثمنها، لم يقف معنا في محاربة الإرهاب حقيقة إلا الجمهورية الإسلامية، سواء كان بالدعم بالأسلحة بالدعم السياسي بحضور الخبراء. فبالتالي ما تحقق هو أمر مهم، كيف نعمل على ترسيخه، كيف نعمل على أن لا يكون هنالك تهديد جديد كما كان تهديد بالسابق، هذا الأمر مهم. اليوم نحن نتحدث عن لربما قوة جديدة حاضرة كجزء من القوات الأمنية، وهي الحشد الشعبي المبارك الذي هو نتاج الفتوى ونتاج العمل الجهادي. هذا اليوم هو جزء من المؤسسة الأمنية بالتكامل وأيضا بالعمل المستمر. هذا الأمر أيضا لابد أن يكون به تعزيز لقدرات الحشد وأيضا تعزيز لقدرات القوات الأمنية. نتكلم بشكل واضح، هل الآن اليوم القيادة الأمنية القيادة العسكرية هل هي تدرك احتياجات قواتنا الأمنية لكي تتمكن
في محاربة الإرهاب حسب نوع الأسلحة وتطورها. وحتى لو كان هناك إدراك يعني الموازنة والصرف وغيرها، ونحيل هذا الموضوع أيضا إلى ما كان يروم مكتب رئيس الوزراء السابق من تأثيث مكتبه من قانون الأمن الغذائي، وهو من المخصصات المحسوبة لوزارة الدفاع. مو عندنا فد يعني تناشز معرفي بصراحة بهذه المسألة. دكتور أحمد، نتحدث اليوم عن المساندة الدولية التي تلقاها العراق أو التي وعد بها إبان حربه مع داعش، هل كانت بالمستوى المطلوب؟ شو لاحظنا أكو مسائل اختلفت لما العراق انتصر وبانت معالم النصر، وكأنما دخلت الأطراف الدولية تريد أن تخطف هذا النصر وتحسبه إلى نفسها. وبالحقيقة هموم المعركة حملوها العراقيين، وكان خط الصد عراقيا بامتياز، واستجابة الفتوى بالحقيقة هي كانت تثوير لطاقات العراقيين ووضعهم أمام الاستحقاق الأخلاقي والديني والقيمي، كلها ثورتها الفتوى المباركة. لكن عندما نتحدث عن الإرادة الدولية يعني نتحدث عن أصل الأزمة. نظرية شد الأطراف بن غوريون هي كانت حاضرة في هذه المعادلة، يعني كيف تتحرك الأقليات، كيف يحصل الانقسام الاجتماعي تمهيدا لتمزيق الدول. هذه الزيارة الأخيرة لممثلة الأمم المتحدة نجد أنه خط المرجعية لا زال في إطار المقاومة والمواجهة لهذا المشروع الذي ابتدأ منذ بداية عقد الخمسينات. يعني نظرية شد الأطراف البن غوريون ابتدأت في عقد الخمسينات، بداية عقد الخمسينات. اليوم لقاء المرجعية الرشيدة مع ممثلة الأمم المتحدة يشكل أيضا خط صد بعد أن أوصت بوحدة المجتمع وضرورة التعايش السلمي والتكاتف الاجتماعي الذي هو بالضد من نظرية شد الأطراف التي تعمل على تقسيم المجتمعات وتمزيقها. وبالتالي نجد أنه منذ انطلاق الفتوى وإلى الآن خطاب المرجعية واحد موجه بدقة بوعي عالي بقراءة عميقة لمجريات الأحداث باستثمار أمثل للموارد العراقية بصرف النظر حتى عن البعد الديني. باتت المرجعية عابرة للطائفة والديانة وأصبحت ذات صبغة وطابع إنساني. فإذن إحنا أمام معادلة كيف نقرأها، كيف نستحضر هذه المعاني العالية والتوجيهات الرشيدة للمرجعية إلى حكم رشيد، الحكم الرشيد الذي يستثمر هذه الوصايا وهذه التوجيهات ليحولها إلى واقع عملي. لأن المرجعية ما تستطيع أن تتدخل بشؤون المؤسسات وتدير المؤسسات، هي تحرك الضمائر وعلى الضمائر أن تكون فاعلة وتتحول إلى ميدان العمل لتعمل بضمير حي وباستثمار أمثل وبالتزام ديني وشرعي، لم نقل أيضا يحضر فيه البعد القانوني والالتزام الوطني. فإذا نحن أمام معادلة بالحقيقة نحتاج فيها للتكامل في الميدان، نحتاج إلى النموذج السياسي الذي يقرأ رؤى وتوجهات المرجعية الرشيدة، وبالتحديد الحافز الذي تحقق في الصدمة التي تحدثنا عنها التي أوقفت زحف داعش بل أدت إلى انهياره وجددت ثقة العراقيين بوطنهم ببلدهم بوحدة موقفهم. ولا زالت المرجعية الرشيدة تؤكد على هذه الحقيقة. كيف نستثمر وكيف نفعل؟ هل بهذه الإرادات المتشرذمة التي كل منهم يبحث عن مصالحه الخاصة والقوى التي تطبل له وتعظم من دوره على حساب الثابت الوطني وعلى حساب القضية التي يفترض أن تكون هي الهاجس الأوحد الذي يجمعنا ويوحدنا؟ ففي تقديري عباءة المرجعية التي أدت ودفعت باتجاه وحدة الموقف، آن الأوان أن نوجد نموذج سياسي يتناسب ورقي المرجعية، لأنه بالحقيقة لازلنا في دائرة الإسفاف، وكانت الآمال معلقة في الفترة التي مضت على نشاط إصلاحي، ولكن لا زال النشاط الإصلاحي لا يرتقي سياسيا، لا يرتقي إلى مستويين. المستوى الأول أن يقنع الرأي العام العراقي بأدائه، ثانيا وهذا الأهم أن يقنع المرجعية العليا بأنه على المسار الصحيح حتى تمنحه المباركة. وأنا في تقديري أي شخصية سياسية تمنح المباركة من المرجعية العليا ستكون موفقة بإذن الله، لأنه الرضا للمرجعية على صانع القرار السياسي هو بحد ذاته نصر
وانتصار في الميدان السياسي سيمكنه من أداء دوره بالشكل الأمثل. ولكن ما يؤسف إلى الآن لم نرتقي إلى مستوى صناعة نموذج يتناسب برجعية للرشيدة بما فيها المتكلم. الدكتور هاشم، يعني ما تفضل به الدكتور الشريفي صحيح أن الإجراءات كانت أمنية بحتة، ولكن للصوت الإعلامي وتحديدا لقادة الرأي من المحللين السياسيين وسائل الإعلام الوطنية كان لها الدور الكبير في تحقيق هذا الانتصار إعلاميا، بعد أن كانت ماكنة داعش اتسمت بتهويل صغائر الأمور سواء واستخدام العمليات النفسية، فبالتالي كانت هنالك عمليات نفسية من قبل القوات العراقية، من قبل الإعلام العراقي، من قبل قادة الرأي. كيف تثمن هذه الحالة وكيف ساعدت في الانتصار؟ نعم، المواجهة مع داعش ومن يقف خلف داعش هي لم تكن مواجهة عسكرية أو أمنية. الجميع يعرف بأن الأمر داعش هي فكر منحرف، وهذا الفكر كان لابد أن يواجه، وأيضا يواجه معه الكم الإعلامي الكبير الذي كان يدعم داعش بصورة مباشرة أو أنه يدعم داعش بصورة غير مباشرة عندما يهاجم العراق، عندما يهاجم تجربته السياسية أو عندما يهاجم مكونات معينة. فبالتالي هذا كله كان لابد من حضور إعلامي وحضور توضيح الحقائق وكشفها. ولعل الذين كانوا حاضرين بتوضيح الحقائق وتبيان هذه الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، هؤلاء أدوا دورا كبيرا ومهما لعله لا يقل عن الدور الذي كان يقوم به المقاتلون في الميدان. ولعلنا أيضا شاهدنا محطات كبيرة كانت واضحة بتبيان حالة كبيرة من خلال الإعلام. نتذكر الشهيد حيدر عندما خرج في مقطع لفيديو ليوضح لمن كان خائفا من أبناء المناطق المحررة. نتذكر هذه العبارة التي مثلت ربما استراتيجية، لا تخافوا أنتم أهلنا. هذه وغيرها هي التي عكست ولربما هي التي وضحت الكثير من الحقائق وأفشلت الكثير مما كان يحاك من أكاذيب ومن تلفيقات كان يراد منها إضعاف الجهد العراقي في محاربة الإرهاب وفي تحرير الأرض. فبالتالي من قام بواجبه أساسا، واجب الإنساني، واجب الديني، واجب الوطني من الإعلاميين من صناع الرأي، هو كان مساهما أيضا بتلبية الفتوى أولا وفي الدفاع عن بلده، وأيضا بأداء الواجب بمساندة المقاتلين في معركتهم. طيب، النصر يكتمل دكتور أحمد بعاملين رئيسيين، يعني هذا الاكتمال يتحقق برعاية عوائل الشهداء، وأيضا في ذات الملف احتضان الجرحى الشهداء الأحياء اللي أجمل التسميات اللي أطلقت عليهم، هذا من جهة، وأيضا استمرار العمليات ثأرا لدماء الشهداء حتى تحقيق كامل تحرير الأراضي العراقية. لا زالت هنالك جيوب هنا وهناك، وبالتالي هذه العمليات اللي تصف حضرتك بالذئاب المنفردة دائما قد تعكر صفو هذا الـ هذا الـ هذا الصفاء السياسي أو الأمني. نعم، بالحقيقة اتفقنا على حقيقة مؤداها أن النصر حينما أعلن في حينها أنه كان نصرا موصوفا هو النصر العسكري الذي هزم بموجبه التنظيم عسكريا، وقلنا أن استراتيجيات الردع العسكري التي اتبعت كانت ناجعة وأدت دورها، ولكننا نرى أن التحدي لا زال قائم، ولكنه تحدي بشكل جديد، هو التحدي الأمني الذي يقتضي أن تكون هناك استراتيجية ردع أمني، وأن التنظيم سيمارس حربا بدل الحرب المفتوحة والحرب المعلنة، الحرب السرية والحرب التي تستخدم فيها الجماعات الجوالة وليس الجيش الجوال. وهذه لها استحقاقات ذات بعد فني تكتيكي يحتاج إلى إدارة تعبئة واعية لتستثمر فيها الموارد المادية بشكل أمثل والموارد البشرية بالشكل الذي ينسجم مع مواجهة مثل هكذا معارك، الارتقاء بالجهد التقني، قدرة مسك الجو وإعادة تفعيل الجهد الاستخباري الجوي لإسناد الجهد الاستخباري البري لتحويل الحرب السرية أو الحرب الشبحية غير المنظورة إلى حرب منظورة، وهكذا فعاليات كثيرة هذه لا نستطيع أن ننفذها
إلا في وجود إرادات حرة قابضة على الملف الأمني والعسكري وتستثمر الفواعل في هذين الملفين استثمارها مثلا الموارد البشرية والموارد المادية. وما يؤسف إليه بما أن نحن لازلنا ندور في فلك المحاصصة، فحلم الاستقلالية للمؤسستين لا زال غير متحقق. أما ما يتعلق بصناع النصر وأيقونة النصر وهم الشهداء والشهداء الأحياء، كنا نأمل بما يمتلك العراق من ثراء ووفرة مالية أن نذهب باتجاه تقديم شيء بسيط لتثمين هذا الجهد اللي قدموه هؤلاء المقاتلين في وحدات سكنية تليق بعطائهم، بها مواصفات تتناسب واحتياجاتهم، مستشفيات تقوم على رعايتهم والاهتمام بهم، وهذه ضمن القدرة المستطاعة بشكل مباشر، لا يتحدث أحد عن الوفرة المالية وما إلى ذلك. بأبسط الإمكانيات ممكن أن نحقق هذا الأمر، ولكن كما قلنا أنه الخشية من أنه هذا النصر العظيم أن يكون بأيدي غير أمينة ويدخل في دائرة الإسفاف وبالتالي يولد إلى حالة الانكسار والإحباط، وهذه خطرة جدا، لأنه من حالة الانكسار والإحباط الذي ولدها الأداء السياسي الفاشل نفذ داعش، فنخشى أن تتكرر التجربة ونفقد النموذج ونفقد بالحقيقة يعني بريق النصر. فالمرحلة القادمة هناك استحقاقات، وبالتحديد لهذه الشريحة من المجتمع. آن الأوان، ماذا تعني الوحدات السكنية بالنسبة لشريحة حفظت انهيار البلد وحفظت على وجوده؟ بالمناسبة التحدي كان تحدي وجودي، والله ليس للعراق فحسب بل لعموم المنطقة، كل المنطقة كان فقدت حتى قيمها الإسلامية، لكنه ما حصل في خط الصد في العراق أدى إلى إعادة الاتزان للأمن الإقليمي والأمن الدولي. فإذا نحن نحتاج إلى أن نثمن هذا الجهد. لماذا يتلكأ صانع القرار السياسي بالوفاء لهؤلاء الذين أعطوا أثمن ما يملكون وهو حياتهم أو أجزاء من جسدهم؟ أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد الشريف الخبير الأمني، أثريت الحوار في هذا الملف، وتتفضل البقاء معي الدكتور هاشم الكندي كي نتابع في ملف الآخر. مشاهدي الأحبة، مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه، وجدد ترحابي بضيفي الكريم الدكتور هاشم الكندي رئيس مركز النبأ للدراسات، وكذلك ارحب بضيفي الكريم الاستاذ تحسين الموسوي الخبير الزراعي، حياك الله استاذ تحسين. دكتور هاشم، يعني خلينا نبدا بصلب الموضوع، يعني هسه السيد وزير الموارد المائيه تلقى دعوه يوم امس الاول او يوم امس تحديدا من سفير الجمهورية الإسلامية في بغداد لزيارة الجمهورية والاطلاع أو للوقوف على نقاط الإشكال ومحاولة حلها فيما يتعلق بالحصص المائية. هذا الموضوع وهذه المساعي لو جعلناها مقابل ما تنتهك تركيا السيادة من جهة وحرمان العراق من حصصه المالية دون وجود خطوط للتفاهم حول هذا الموضوع، كيف تنظر إلى هذين الملفين؟ ملف المياه ملف قديم وهو ملف متجدد، للأسف لم تكن الإجراءات في كل المراحل بالمستوى المطلوب، على الأقل هذا ربما هو رأي المختصين، بالمستوى المطلوب سياسيا وحتى فنيا. بما يتعلق بالأمور السياسية، جميع يعلم لربما وإن كان هذا لا يشاع كثيرا في الإعلام، أنه العراق موارد المائية بما يغذي نهري الموارد الخارجية هي تقريبا أكثر من 90%
قادمة من تركيا لربما بحدود 7%، هي قادمة من الجمهورية الإسلامية. الحديث يرتبط أيضا بقوانين تحدد الدول المتشاطئة وتقاسم الضرر. هذا الأمر لابد أن يكون حاضرا مع الطرفين الرئيسيين، مع الجمهورية الإسلامية ومع تركيا. للأسف كثيرا ما نسمع وأيضا تحركات وانتقادات وأمور أخرى تجاه الجمهورية التي أيضا في أزمة مياه، وهذه الخطوات الدعوة وأمور أخرى هي أمور جيدة، ولكن الأساس بالتعامل مع الدولة الأكبر لا يكون لا بالتحرك السياسي ولا حتى بالتحرك الفني، سواء كان على مسألة أنه حصة العراق من المياه، المشاريع التي تقيمها تركيا، سدود لربما تهدد مستقبل العراق لعقود وليس لسنوات محدودة، سد أليسو، سد أتاتورك. بعد ذلك تركيا الآن تتذرع حتى بالإدارة المائية العراقية، إنه هنالك هدر، هنالك غياب للخطط الإروائية. هذا كله لابد أن يكون حاضر بالقرار السياسي الذي هو لابد أيضا أن يكون مسندا بآراء علمية وعملية من المختصين، الذين لابد أيضا أن تكون هنالك خطوات على المستوى المحلي، غياب المشاريع المائية في الوسط والجنوب، وتأتينا جاءتنا في السابق موجات من السيول والفيضانات للأسف لم تستثمر بشكل كامل، بل حتى لربما هذه الحصص المائية التي نعترض عليها أيضا لم تستثمر بالشكل الكامل. هذه كلها غادرة تحرك على الجانبين. يعني ننتقل من الدولي إلى المحلي. جدة ترحابي حضرتك أستاذ تحسين، يتحدث الضيف الكريم عن التحديات الخارجية والداخلية. لو أخذنا بنظر الاعتبار ما يجب على العراق أن يتخذه من تدابير لازمة، بناء سدود أو غيرها، الأزمة صحيح منشأها خارج الحدود، لكن أيضا هنالك أساليب الري المستخدمة في العراق، بدائية هذه الأساليب لربما كان لها الدور الكبير في تناقص الكميات التي تكفي العراق، وهنالك أراضي زراعية ما يصلها ما تصلها مياه السقي سواء أنه مياه بزل، وبالتالي الكثير من الأراضي الزراعية قد حرمت من هذه الحصص ولم تعد صالحة. بالبداية تحية لك وللضيف الكريم الدكتور ولكل متابعكم، وشكرا للدعوة الكريمة. شكرا أستاذ. حقيقة أنت تحدثت عن الملف الداخلي وهو الملف الأهم، لكن أشير إلى ما أشار للدكتور، نقسم إيراداتنا المائية. طبعا تكلم عن نهر الفرات يكاد يكون 100% من الجارة تركيا، أما بالنسبة لنهر دجلة فالإيرادات تكون بحدود 12 إلى 15% من الجمهورية الإسلامية، والباقي إيرادات داخلية، و 56% هي من الجارة التركية. هذا بالنسبة لمصادر المياه. أكيد هناك تعسف كبير مع العراق في عملية الحصص المائية، نقصد من دول المنبع. الحديث الأكبر يدور حول تركيا وهي عدم امتثالها أولا للعرف الدولي أو القوانين الدولية اللي أشارت على أنه المياه حقوق مشتركة لا سيادة على المياه. بنفس الوقت نشير الجانب مهم أنه هذه الحقوق ليست هي حقوق مطلقة، واللي تكلمت عنها جنابك من عملية الاستغلال. العراق دائما يفشل بالمفاوضات بجانبين، أولا المستوى المفاوض في هكذا ملف مهم، مفاوض يكون ضعيف دائما، والجانب الثاني أيضا يعاب علينا عملية العملية الكلاسيكية القديمة في أكبر مستهلك للمياه وهو الزراعة. يشاطر ذلك أيضا عملية ثقافة استخدام المياه بالعراق، ثقافة متدنية ومتراجعة جدا. المشكلة الآن اللي تحدثت عنها جنابك لا تحتاج إلى عملية بناء سدود، ليس لعدم الحاجة لبناء سدود، وإنما الطاقة الخزنية بالعراق تصل لحدود 160 مليار متر مكعب، والإيرادات في الوفرة عندما تكون وفرة لا تتجاوز على حوضي دجلة والفرات بحدود، يعني الفرات بالوفرة نتكلم ما تتجاوز 16 مليار متر مكعب، ودجلة هبطت إلى حدود 20 مليار متر مكعب.
بعد ذلك الأسوأ من هذا أنه دخل العراق بعملية التغيير المناخي اللي زاد من عملية يعني العملية المعقدة. هذا الملف اللي أصبح حقيقة عمل معقد جدا، وأكيد هذا من تكلموا قناتكم شاهد، وأعتقد برنامج أرض السواد كان دائما يتناول هذا الملف من خلال الهجرة المستمرة، من خلال التصحر الذي يهدد بحدود 90% من الأراضي العراقية، من خلال ارتفاع المسببات المرضية، من خلال فقدان الغطاء النباتي. يعني عندما نتحدث عن أمور كثيرة. الملف الداخلي لحد الآن لم نقم بإصلاح الملف الداخلي، لن نتبع الأساليب والوسائل الحديثة، ألا وهي الري المغلق، لا يزال نتعامل بالأنهر المفتوحة والتي تهدر كميات كبيرة من المياه، لا نستخدم التقنيات الحديثة مثل تقنيات الرش، تقنيات التقطير، إضافة إلى عملية مسألة رفع التلوث من المياه ليس فقط لأجل استخدام، وإنما لرفع هذه الملوثات التي بدأت تشكل خطر كبير بسبب فقدان وحدات المعالجة. هذه الأسباب مشخصة كثيرا، لكن اليوم الوضع العالمي بصورة عامة، عملية المياه أصبح الطلب على المياه في زيادة، ونتيجة الزيادة بالموارد البشرية والعرض يكاد يكون ثابت. إذا كان لابد لنا من تغيير أساليبنا، تطوير وسائل العيش، وهذا اللي نتحدث به مرارا وتكرارا. يعني مسألة مياه الشرب يجب أن تبدأ حل لمياه الشرب بالبصرة، اللي تبدأ مثل ما استخدمت الدول الصحراوية اللي مات، يعني نتحدث لأنه من الصعب إيصال المياه إلى البصرة في هذه الظروف الصعبة. عملية تحلية المياه خاصة بعد الاستغناء عن الطاقة، نتكلم اليوم عن الوقود الأحفوري اللي استغنينا عنه بالطاقة البديلة، الطاقة الشمسية التي أصبحت هذه الكلفة كلفة بسيطة في عملية إعادة تحلية المياه. في هذه الجزئيات اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور هاشم الكندي. أفاض السيد تحسين على بالشرح الوافي حول المشكلة الداخلية دكتور هاشم، ولكن أيضا أشار إلى المفاوض العراقي مع تركيا تحديدا. لربما الكثير من المفاوضات اللي جرت ما كان المفاوض العراقي وصاحب قرار، بالتالي ما يكون وسيط شلون يقدر يتفاوض. هسه عندنا زيارة مرتقبة راح يجريها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى الجارة تركيا حول ملفات عالقة من ضمنها ومن أولوياتها أنه مسألة المياه، وأيضا حصة العراق وبحث هذا الموضوع هو من أولى الأولويات. تتوقع لما يكون الجهتين التنفيذية في العراق، رئاس الجمهورية ورئاس الوزراء، هم المفاوضين وهم يجرون اللقاءات، راح تنحل المشكلة بشكل يرضي الطرفين؟ الأمر أولا مشخص بالنسبة للجارة تركيا، كان هنالك إعلانات سابقة قبل عقود من قبل سياسيين أتراك قالوا بأننا نسعى إلى إيصال الأمر إلى استبدال برميل الماء ببرميل نفط تحديدا مع العراق، فبالتالي هم يطرحون هذه الأمور، يصورونها أنها جزء من مصالح شعبهم، وبالتالي التعامل مع تركيا يحكمه القانون الدولي والقانون الدول المتشاطئة. في هذه المرحلة تحديدا، وربما قبل يومين كنا في لقاء مع رئيس الجمهورية وتحدث بشكل مباشر عن ملف المياه، وهو رجل وزير سابق للموارد المائية ومهتم بهذا الملف وله دراسات وله اهتمامات، وطرح بشكل واضح أن هذا الأمر لابد أن تكون به معالجات، وأيضا لابد أن تكون به تفاهمات على أعلى المستويات حتى لا يظلم العراق. والعراق أيضا يمتلك من أدوات الضغط على تركيا الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تجعل الأمور التعامل بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين. وأيضا مسألة وجود من هو بعنوان رئيس الجمهورية وهو مطلع بتفاصيل وعامل بهذا المجال بشكل كامل بدراسات وهو مهتم بهذا الملف، هذه لربما فرصة مهمة. والجميع يعلم بأن معالجة ملف المياه ربما يرتبط بشكل كبير جدا بما يتعلق بتنشيط القطاع الزراعي، ويرتبط بالخطط الزراعية. وأيضا اليوم نحن أمام تحدي
ويرتبط بأزمة المياه بشكل مباشر أو غير مباشر. اليوم هنالك تهديدات لأغلب البلدان بما يتعلق بأمنها الغذائي. كنا قبل سنوات، لربما 4-5 سنوات، كنا قد وصلنا بمستوى الإنتاج بما يتعلق بالحنطة والشعير إلى تقارب الاكتفاء بل لربما التصدير. انتكسنا انتكاسة كبيرة بسبب قلة الأمطار، بسبب سوء إدارة الثروة المائية، لتصل الأمور إلى لربما في العام الماضي كانت الأمور أقل من 1,000,000 طن بالنسبة للحنطة والشعير. هذه كلها لابد أن تؤخذ باهتمامات على أعلى المستويات. نحن نتحدث اليوم ليس عن إدارة ملف مائي، وإنما نتحدث عن ملف سيادي يرتبط بالأمن الوطني والأمن القومي، ويرتبط بالأمن الغذائي الذي ربما هو لا يقل عن الأمن العسكري بأي درجة، وبالتالي لابد أن يكون به الاهتمام على أعلى المستويات. هذه التحركات الزيارات هي فرصة أساسية، لابد أيضا أن يستخدم ويكون المفاوض العراقي بعنوان رئيس الجمهورية، بعنوان رئيس الوزراء، كل أحقية العراق وحقوقه، وأيضا كل عناصر القوة لديه في طرح مطالبه العادلة وأيضا في استحصال هذه المطالب. طيب أستاذ تحسين، تحدث اليوم عن قضية مهمة جدا وهي إدارة المياه أو ملف إدارة المياه داخليا في العراق. أنا أنتقل بين الدولي والداخلي حتى نشبع الموضوع من حيث البحث. لاحظ أنه المناطق أو المحافظات الجنوبية أنه هي الخاسر الأكبر في كل الملفات، حتى في ملف المياه. جفاف، أراضي زراعية ماتت، الأهوار جفت، وبالتالي هنا شلون راح نقدر ندير هذا الملف باعتبار أن محافظات الجنوب لديها الكثير من الامتيازات، البصرة للسلة الغذائية وباقي المحافظات لديها جانب كبير ومهم، ولكن لم توفيها الحكومة حصصها التي تستحقها. حقيقة دكتور، قبل ما أجاوب على سؤالك، النقطة اللي تحدث عنها جناب الدكتور بعملية يعني مسألة المفاوضات الخارجية، نعم. العراق سوف يفشل إذا ذهب إلى المفاوضات الخارجية، كون لاحظ أن تركيا قامت مركز أبحاث في بغداد والبصرة. هذا المركز حقيقة كانت الغاية منه نقل عملية أو تصوير أفلام كثيرة حول أنه العراق يتعامل بكميات المياه بصورة غير صحيحة ولديه عملية هدر كبيرة. لذلك أيضا العراق لم يتبع الخطوات عندما تكون هناك خلافات على العرف الدولي التي تنشأ بين الدول المتشاطئة، دول المصب والمنبع، تكون بالبداية عبارة عن لجنة تقصي حقائق، ومن ثم الذهاب إلى مفاوضات، ومن بعدها إلى التحكيم، وإذا عجزت تذهب إلى المحاكم الدولية. العراق لم يتبع هذه الخطوات وجاء متأخرا، والأسباب كثيرة، تعرف الظروف اللي مرت على العراق بعد 2003 من العمليات الإرهابية إلى الخلافات إلى كثير من الأمور، حقيقة رمت بثقلها على هذا الملف اللي تراجع خطير. أما من نتكلم اليوم عن الإدارة حقيقة، يعني لاحظ مثلا، خلنا نضرب مثل بالوقت الحالي، نعم. احنا اليوم كنا في خطة تقشفية نتيجة قلة الإطلاقات، بل وصلنا تهديد إلى مسألة مياه الشرب، وهذا نعم. الأمر خطر جدا، مثل ما تفضل الدكتور، يهدد السلم المجتمعي، يهدد الأمن القومي، يهدد مصالح العراق، كون نحن نتكلم عن ملف الحياة المياه. لكن للأسف الشديد لاحظ اليوم عندما كانت هناك زيادة نتيجة هطول الأمطار، يعني ولو هي زيادة طفيفة بالمستوى المعروف، كان من المفروض أن لا نذهب إلى زيادة الخطة الشتوية بهذه الأساليب، كونها تستهلك كميات كبيرة، ونحن مهددين وهناك تحذيرات دولية بأن سنوات الجفاف ستستمر إلى عام 2030. كان يجب أن نحافظ على الرية للـ1.5 مليون اللي أطلقناها، وأن نخفف أيضا من عملية الاستخدام المياه الجوفية، إلى أن يتم التوصل إلى حل في مسألة الملف الخارجي وكذلك إصلاح الملف الداخلي. لكن الواقع أن هناك ضغط كبير، أولا نسبة عالية من السكان تصل لحدود 50% تحتاج على جانب الزراعة، عملية الخطة تقسيم الخطة لم تكن منصفة، حيث أثرت خاصة على العوائل الصغيرة، أنا أتكلم عن أصحاب المساحات الصغيرة، عندما وصلت الخطة إلى 20% هذه تكاد تكون معدومة لا تكفي لسد احتياجات هذه العوائل أو أراضيهم.
يا مسائل إضافة إلى عملية مثل ما تفضلت نقل المياه اللي ضرت بها مناطق الجنوب، نتكلم عن الأهوار اللي وصلت نسبة جفاف جدا عالية أدت إلى هجرة ولا تزال الهجرة مستمرة، فقدنا قسم كبير من الثروة الحيوانية، فقدنا جزء مهم من التنوع الأحيائي اللي أصب، وما استغلينا أيضا هذا الملف الخارجي. تعرف جنابك 2017 العراق دخل ضمن الأهوار، دخل ضمن المحمية الدولية، والقانون الدولي أجاز على دول المنبع توفير الحصص المائية للنظم الأيكولوجية كونها محمية عالمية. نتكلم عن هجرة الطيور، نتكلم عن أسماك، نتكلم عن صيادين، نتكلم عن جوانب جدا مهمة. للأسف أنا قلت لك هذا الملف، لكن سؤالك اللي يتحدث على الملف الداخلي وزارة الموارد المائية، هنا يجب أن نحدد عندما نتحدث عن المياه نذهب مباشرة إلى وزارة الموارد المائية، لكن حقيقة إدارة المياه هي تعود لمستخدمي المياه. اليوم من يدير المياه؟ مثلا نتكلم على الزراعة بحدود 75 إلى 80% هي مسؤولة عن الإدارة كونها مستخدمة، حتى عن الاستخدامات الصناعية المنزلية. إذن وزارة الموارد المائية، الأسماك، زراعة الرز، هواي من بكل البحيرات الأسماك الصناعية الاقتصادية تمام. نعم، نمنح الدقيقة الأخيرة للدكتور هاشم الكندي. دكتور هاشم، نتحدث اليوم عن فلسفة إدارة الموارد المائية في العراق، يعني بحاجة إلى بناء سدود، ترميم سدود، يعني عندنا يراد نفذ فلسفة الحقيقة أنه يعني مجلس أعلى للمياه في العراق حتى ننظم أمورنا ما دام أن هذه المشكلة أصبحت مشكلة استراتيجية. هذه كلها من الأمور المطروقة، ولعل ضيفكم الكريم طرح بعض الأشياء التي هي جزء من الحلول ومن الدراسات والتوصيات. ونعم، ربما نحتاج كل هذه الأشياء، ولربما نحتاج إلى شيء أهم وأسرع في ظل وجود هذه الوفرة المائية وبما يتعلق بمسؤولية وزارة الزراعة التي الآن كل الحديث عن أزمة المياه يرتبط بوزارة الموارد المائية، بينما المشكلة الأساسية لعله هي بالمستخدم اللي هو وزارة الزراعة في هذا الظرف تحديدا بالوفرة المالية. دعونا نذهب إلى ثورة بما يتعلق بطرق الري والاستخدام المزارعين للمياه، هذه ممكن أن توفر كميات كبيرة، ولربما تكون أيضا هذه عوامل قوة فيما يتعلق بتطوير القطاع الزراعي وأيضا حتى في مجال التفاوض. وإدارة الثروة المائية هي الأهم من قبل وزارتين الموارد وأيضا الزراعة. ولعلني هنا أستحضر قول أمير المؤمنين: التدبير نصف العيش، التدبير في المياه لعله هو كل العيش. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ تحسين الموسوي الخبير الزراعي. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام، ومشاهدي الأحبة شكر موصول لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.